السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد بسلسلة سايبر بانك 2077. بتمنى تكونوا مكملين معي بهالسلسلة ومكملين بدعمكم وتكونوا مستمتعين فيها كمان، هذا أهم شيء عندي. شكرا لكم، لكل حدا عم يدعمنا لسه لهلا، عم يعطينا لايك أو يعطينا كومنت، وشكرا لكل حدا عم يشترك بالقناة. أهلا وسهلا فيكم، هاي قناتكم مثل ما هي قناتي. بتمنى تستمتعوا بهالفيديو. بسم الله، خلونا نبلش. اخر فيديو كنا عم نساوي مهام جانبيه، وهذا مكان الحادث اذا تذكروا الحلقه، مو الماضيه اللي قبله. ف قلنا بنروح نساوي مهام تاكيمور اول، وبعدين رح نساوي مهمه بانام. حسيت انه ليش اللعبه هلا ما عم ترندر. اوكي، حسيت انه وقت عم العب مده 3 ساعات تقريبا اللعبة عم تصير تقطش. المشكلة بالتقطيش انه عم يضل كرت الشاشة حميان 3 ساعات ورا بعضها. هذا الشيء عم يأثر على اللعبة وعم يأثر على التسجيل، لأنه مثل ما بتعرفوا أنا بسجل وبلعب على نفس البي سي، وبستخدم الإنكودر بالتسجيل الإنفيك تبع كرت الشاشة، لأنه عندي أنا كرت شاشة 2080 سوبر إكستريوم، مع إنه في 3 مراوح يعني، وكرت شاشة قوي ما انه ضعيف ابدا يعني توب اوف لاين، ما انه 3080 او 3090 بس كمان مستوى عادي 2080 سوبر، دفعنا عليه دم قلبنا يعني. بس رغم هيك عم يحمى والله باللعبة، وقت عم يحمى لمدة طويلة عم تصير تعمل شوية لاج اللعبة. هيك حاسس، ماني متأكد. فآخر فيديوهين انتبهت 2:30 تقريبا خلصت تسجيلهم، ام اخر الفيديو الاخير بس للعبة ليج ليج ام وقفت والله تسجيل، طفيت البي سي خليته يرتاح شوي ورجعت شغلته. هلا قلت ان شاء الله بدي يصير يعني كل تقريبا سجل 2:30 3 ساعات اطفي البي سي وارجع شغله مشان يريح، وبحسن ارجع اسجل على الفول ريزولوشن بدون تقطيش وبدون لاج. اوكي، قربنا على المكان، قلنا حنعبي بالعالم وحنعبي بالسيارة. بس هيك حبيت اخبركم هالشي، ممكن يكون هذا الشي صحيح ممكن يكون غلط، ما بعرف، انا حجرب صير، وانتوا قولوا لي شو بتشوفوا، لاني انا ما بحسن اشوف الفيديو كله، بتعرفوا الفيديو بنزله ساعة ساعة شوي، فما بحسن اني والله بعد ما اني اعمل ريفيو للفيديو كامل. انا بعمل له هيك ريفيو سريع، بكون متذكر الاماكن اللي فيها، مثلا شي لازم شيله، اماكن لازم شيء اعمل له. Excellent timing. How'd your recon go? I believe I collected enough to try. The complex is well guarded, but we should manage. The floats stand in the main warehouse. Your task is simple: to get inside. Oh, how? The more quiet, the better. But you are the thief. I will not question your skills. Once there, you must locate the largest platform and infect its system. Where are you gonna be? I will create a diversion. They should not discover our intentions. Do you know what Arasaka despises the most? Confuses them? When communication fails, when they cannot talk to each other, they are first to cry. Sabotage! I'll be in touch. اوكي، اقحمني اقتحم حديقة اريساكا الصناعي، خلينا بعد المرابلة ما يدعسني، بدي اشوف شو عندي اشياء طورها بعد ما عملت اخر مهمتين جانبيات. قلتلو لي بدنا نعمل مهام جانبية بصير فينا نطور. اوكي، عنا 3 نقاط سمات متاحة، خلونا شو نزيد التسلل. لا ما بدنا الأسلحة المكتومة. جويا بطريقة مميتة. اوه سكاكين، تمام، حلوة هاتا. طيب، دم البارد، جميع اشكال المقاومة بنسبة 2 لكل كتلة دم بارد، بعد هزيمة احد الاعداء يتم الحصول على الدم البارد لمدة 10 ثواني، وزيادة سرعة الحركة بنسبة 2% ممكن تراكم حتى 1 من المرات. اوكي، اي واحدة يا شباب؟ خلينا ناخذ هاي، لسه عنا نقطة.
هلا خلونا كمان نطور هشتري الانتظار كمان نطور هاي الشيء بروتوكول الاختراق. خلينا نعمل شيء للاختراق. هلا هاي نحن شارينا هاي شو زادت نت الاختراق. اوكي هذا هاي استخدمنا كل شيء معنا. وبالنسبة للمخزون اظن وير اب تو ديت بالمخزون. اوعى تدعسني يا سباك. هلا ياكو شو حمار السواقة. يلا نسبه شو هو بني ادم. تشرب مناخيرك هيك علموك ابوك وامك تشرب مناخيرك. روح من وشي روح. اوكي معلقين 70 متر بدنا نفوت بدون ما حدا يحس علينا. يلا يا شباب هي هذا تحدي عن جد لانه هي اللعبة مثل ما بتعرف التسلل فيها سيء جدا جدا جدا. بس دائما عم بيكون في باب من ورا فما بعرف ليش انا دائما بيجي من الباب الامامي. خلوني اروح من ورا. ضب سلاحك بليز بدنا نتسلل عم نقول. يلا نايس هاي اول مكان. فيني اطلع لفوق؟ ما فيني اطلع لفوق مثل قلتها. طيب فيني افتح هذا الباب اكيد لانه مستوانا عالي. مغلق. طيب هذا الباب كمان مغلق. جيج عم ندور سوا نحن. تماس كهربائي. Hey, shouldn't be here. These are corporate premises. Maybe people could look the other way. مانو 80 هذا بنبيعه حقه 60 دولار. دولار ينتح دولار. اوف رجع قام. طيب ليش ما نضل عم التقاط الجسد يا اخي لعبة اللاك فيها. يا سلام هل ميت ولا عايش انت؟ اوه فيني افتح استخدام قيد التشغيل رمز مرفوض. طيب يا ترى فيني اعرف شو كلمة السر منك؟ اختراق اوه لازم مستوى 9 ما خرج امشوا يا شباب انا هلا شفت هون في واحد وهذا جسر بيوصل بين المكانين. ممكن نحن فينا نفوت من هذا الموقع نتسلق. تمام والله شغلي صح. ليكو جمجمي هذا ما فينا نختاره. ايوه شو بدنا نعمل معه؟ كيف اساسا بدنا نوصل لفوق؟ في طريقه ايوه لقيتها لقيتها. انزل انزل انزل. من هون من هون الطريق يا جماعة. بس خلوني اعرف انزل من هالمكان. ايه لازم انزل من عالدرج مكان ما اجيت. من هون يا جماعة. ها
يطلع هيك يطلع هيك، ما بتنط هيك. لا ما فيني فعله لهي كمان التراك. طلع لهون بعدين نطلع هون. انتبهوا في واحد هون، اثنين مو واحد. اوكي هيك قرفصناه. فيني اخذهم واحد واحد وما يحسوا علي. اوف كيف شافني. اوكي هلا هيك دار وشه، فيني اخذه بدون ما حدا يحس علي. بعدين طير هذا. تمام والله اني كفو. اعطوني اعطوني لوتكم، بستاهل لوتون. ما شفت السلاح اللي معه. طيب هات شو السلاح اللي معه. سلاحته المئوية. Amin. Good. Now try to enter the warehouse. The warehouse. Their attention away. في كاميرا بوشنا. شايفينها؟ تحكم في الكاميرا، تعطيل عن بعد. اوكي حلو، تعطلت الكاميرا. The warehouse. وين warehouse؟ ميت متر. في واحد بوشي. في طريق من فوق. تمام قلت لكم هاي تحدي حقيقي، انه نحسن يا ترى نختمها بد... اوه آلي نختمها بدون ما نمسك ولا لا. بدي اعطل هاي الكاميرا. هاي اول شغله فينا نساويها، تعطيل عن بعد. حلو الهداك عم يطلع على اليمين ما بيشوفنا، والكاميرا هنيك على اليمين كمان. هداك بدنا نلهي. فيني انزل من هون اساسا. يا جماعة شايفين المكان فايتين عليه؟ آلي سيارات شرطة. هات هات هات، شكلنا من تقده ميت وقده ميت، حتخاف من ايه. اوعى تقع. لازم استنى الآلي ليروح بعدين بنروح نحنا. اظن فينا نفوت بدون ما نمسك، بس ما بعرف كيف حنطلع. منيح اللي ما شافني، الله سترني. كأنه هذا المكان عم يتحرك وهلا صار يتحرك على حظي. وهون في واحد. ما في، لازم من على اليمين الطريق. او الريسكت راح جازف. اوكي حلو، اظن اموري تمام. هم ما حدا حيشوفني. وين الالي؟ اوكي الالي راح. اوه في هذا على اليسار. طيب شو؟ اوكي كيف شو بدي اعمل هلا يا جماعة؟ بدي لف يمين، في مكان اطلع فيه لفوق؟ مش هاد حيشوفني، لازم اعمل له شي لهذا. بس لازم استنى الآلي ليروح. معلش اعطونا لحظة بس. هيك ما بيشوفني. فيني اعمل له هاد تماس كهربائي.
are you doing, man? فيني اخترقه. 1C55 E9 تماس كهربائي. يا ريتني ما اقتربت، يا ريتني ما اقتربت. اوكي امين. Find the largest float. They are controlled from inside. That tank, it could be an ordinary terminal. Got you. افتح الباب. Good. I'll reach the control room and make a terrible mess. Very well. I am ready. When you finish, I'll make the system sick. I need backup. طب وصلت انا، شو اعمل هلا؟ زادت حرارة. انا اول مره بعرف انك اذا بتخترق شيء بتنمسك. كسر الشباك منيح، خليني اعرف اطلع. اوكي حلو. تسعة وثمانين، نايس والله. خلينا نضل مكملين. أظن فينا نجيبها للمهمة. أوكي اخترق، ثبت البرنامج. حلو. مش قاعد يشوفوني وين ما بروح. سنايبر. اهرب 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 اهرب، ما بدي شيء منكم. مسامحين اخي، مسامحين. مسامحين، الله يسامحكم دنيا اخرة. حلو. نفدنا. Now we retreat into the shadows and arm ourselves with patience. I will contact you before the parade. Until then, try not to get into any more trouble. As if I wasn't in enough already. أخذنا دمج، ما مشكلة. المهم إنه طلعنا من هنيك كمنطقة عامة. يا شباب. خضار رواء. تبع حياة أدلة أخرى وانتظر حتى يساعدك كيمورا. أوكي خلينا نروح نحاكي بانام. وين بانام؟ بانام بانام بانام، شو كان اسمها المهمة تبعيتها؟ اذهب إلى ملها. لا مو هاي، هاي. يلا خلينا نروح عليها. وين مكانها؟ خريطة. جيجي. يلا شو هدول؟ جي جي. كم واحد ضل؟
قتلناهن. You and me, asshole. Let's do this. إنه هذا بوس. جاب على اسم واحد بالمطرقة. هذا أسلحتكن. السلاح ما بيخليني أمشي بسرعة. تحمل كثير من احمل اغراض كثير من اللازم. خلينا نخلص من شيء. ايه يا شباب، بس غيرت الاواعي شوي، زبطت الامور، صرنا هلا قوينا الشخصيه، لانه كان عندنا اسلحه واشياء، وبعت الاشياء اللي ما لها داعي كمان. الشخصيه اوكي، عندنا نقطه من هدول فينا نشتري الاستخبارات. خلينا نشتري وحده من خلينا نشتري الهي، وعندنا نقطه خلينا شو نستخدمها، قدرات التقنيه. سام كانت اكثر اثناء التفكيك، انا ما بفكك كثير. تفكك الخرده، خلص خليني استخدم تفكيك الخرده تلقائيا. اوكي انا معي كثير خرده وفيني اصنع كثير اشياء، بس ماني فاضي له والله، بدي اختم. يلا جاهزين، كل شوي طقم جديد لعند بنام. يلا هلا فينا ناخذ السياره هي. في اتس جود يو ار هير. وات هابند؟ وات هابند؟ سبيت ات اوت. ذا ريتس توك سول. ذا بريك برين فنتشرد اوت وذ ا سمول باترول اند نيفر كيم باك. شور واز ريتس. وي بين ابزرفينج ذير كامب. وي نو ذير هولدينج بريزنرز انكلودينج سمون امبورتنت. وي نيد تو فري سول. اي دونت نو واي بات اي فيلت اي كود كاونت اون يو. يمكن أن يساعد الرحالة بعضهم من الرحالة. Okay, we are friends. You and me are chums. Thought that was clear. Careful, or I'll start believing that. You won't be able to get rid of me. I'll survive, I'm sure. Whatever goodwill you might feel, I'm sure you won't turn down one of the best sniper rifles on the West Coast. Okay. Grad. You saw it in action already. That and the gratitude of the Caldos. Sounds fancy. Once you have it in hand. Fancy all of a sudden becomes kick ass. Let's go. Mitch will walk you through the details. Okay. اتبع بنام. وين بنام؟ Okay. Well, I'll be. Pan Am and V. What's going on there? صرنا مشهورين يا جماعة. After what happened to Scorpion, he shows up here? Guess probably for Saul. Ignore that. Hey, Pan Am. Seriously? You really aim to do this? Someone has to. You know you have a piston missing, right? Someone has to. سيارتهم بتجنن هدول العالم والله. هذيك السيارة بس بتعرفوني أنا ضعيف قدامها، بدي أسرقها هلا أنا ورايح. إذا ما أخذوني معهم. He'll be here any minute. You never mentioned seeking outside help. We can use all the help we can get. طيب. السكوت الذي لا منه مفادة. فيني احكي معه. استند السيارة. كيف تنمون قيامة بال... Okay, how you want to do this? Quietly. An open assault would be suicide. Mitch is already setting up the recon. You'll sneak into the Wraith's camp while I cover you. نحن الاثنين فقط، ماذا عن البقية؟ اوكي. Going in quiet. Two's all you need. It's not that I don't want to go to serve some raffins up some justice. It's just Look around. The last attacks left barely half of us standing. Our supplies are stuck outside goddamn Reno and our gear Don't get me started. We're up shit creek, static. And I don't know if we're ever going to find or fashion a paddle. Your leader gets nabbed and you what? Hope for the best? Rather than I think about what you do for the ones at the bottom of your food chain. You're asking for trouble. Leave it! He has a right not to understand. Hey, is Mitch? There's Mitch. I floated a drone over the Wraith's camp. Will you take a look, or would you rather keep mouthing off? Let's see what we got here. The Raffins can't see it. Active camo, but that practically inhales battery juice, so make it quick.
Okay. They found an abandoned cement plant to squat in, with a mass of heavy gear. Locust would be a better name for them. عين البوابة وأرض المعسكر. Strip it of all it's got, then move on. But this time, do you see the wall? They've added some primitive security measures. It points to them aiming to stay longer. The question is why. Who knows for sure, but I would guess that Saul is part of the reason. اوكي هاي البوابة شفناها صح؟ ما هي البوابة بدنا نشوفها؟ If he's still there, we have to find a way inside. امشي شوي لقدام. That guard post is probably connected to the rest of the camp. Our way in. Maybe, but there are also breaches in the wall, lightly guarded sections. حارس. آه اوكي. فينا نقرب لسه؟ اوكي. خزان وقود متفجر، حلو. طبق قمر صناعي. كمبيوتر. شو بدنا كمان نشوف؟ Do you see the tracks? Yes. Their vehicles were moving heavy. مدرعة تناسب طرق الوعرة. ما خلصنا. It could have been equipment. Either that or Saul's not their only prisoner. طيب. The tracks lead to the truck. شاحنة الأشباح. يلا ثواني. حلو. That's probably the one they kept Saul in. لازم نقرب كنا كمان شوي زيادة. مشي الحال. اوه شوف على هالكاميرا مأرجلة. امشي لقدام امشي رح تبين معي. If they haven't scrapped and gutted the place for parts, you could access the local camnet. You would just need to find the control room. بدنا نشوف وينه. بابا مزدوجة. آلة بيع. كل أشياء غير مفيدة. إيش كان بدهم ياني يشوف؟ ما بين معي وينه والله سول. فتش المبنى الرئيسي. مشكلة أنا ما عم بتحكم بالكاميرا. فيني أرجع لورا؟ أوكي. نحن هلأ عم نعمل قم بإنهاء الاستطلاع وجدت شيئا البدء به الآن. أوكي. Got some stuff to work with now. نحن نعمل استطلاع نكشف كل شيء. Is everything clear? Yeah. Yep. Let's go get Saul. Perfect. Mitch, is the van primed? I did what I could. Take a tour. Okay. يلا بنام. هاي الفان نستخدمه. Solid job. I mostly improvised actually. Either way it'll have to do. Stand clear. بلازم اكزوست اكستريم تمبريتشر. يعني حرارة خطيرة. If you find Saul hasn't flatlined you'll probably need this. Spike superjet, a rhino dose. It should speed up Saul's central pump. Okay. Hope so. Thought I could carry him out of my back. So that should be everything. V, will you ride with me? Yeah. Yeah, of course. Yeah, of course I'm going with you. Okay, you take the wheel. One me driving. Yep, I need to fiddle with my scope a bit. يلا. اذهب الى معسكر الاشباح. 20 كيلومتر. واو على السيارة. We even have a radio in here. Take it for a spin if you like. وين الطريق؟ طلعوني على الطريق. يا ترى هون السيارات بتتفجر كمان؟ ايه صح بتتفجر، نحن فجرنا كذا سيارة. هاي الطريق، أنا ليش عم اطلع على الرمال؟
طيب ما هي لو هي اللي سائت كنا عملنا تخطي للرحلة خلصنا المهمة بسرعة. هلا بدنا نقعد نسوق. لا بس مو 20 متر، 2 كيلومتر كان. هلا ضل 1.5 كيلو. I still can't believe he let himself get captured. Anyone else? But Saul? Said yourself he's not at the top of his form. Yes, but moving civilians across the border during a bombardment, hijacking a petrochem tanker, opening the valves, cranking a few figure eights to set the desert ablaze and give the kids a fun show. That's the Saul I remember. All that are idols. I know. It's just... شو؟ It's just شو؟ فشيلنا خلقك. Holy... Do you see that? That is one hell of a storm. وينا؟ Bad. اوه ليك هي عاصفة رملية. واو. We need to hide the car. Park beside that outcrop. Okay. اخرج. I'll find a place to roost and keep you in sight. You just watch yourself down there. اخرج من الشاحنة. يلا. اه لازم ادخل المعسكر. لحالي؟ لوحدي؟ مع نفسي؟ اوه فكرت حالي وقعت ومتت والله. وبانا ما انا جاي معي؟ والله ما شكله جاي معي يا جماعة. خليني اخلص على هاد. يلا هلا بزيد الريسبكت 1000 بيصير. فيني اطلع لفوق القطار يا ترى؟ اتمسك؟ حلو نايس. هلا كأنه هون ما في حدا وهذا الشيء منيح. هلا في عنا هذا قدامنا بالنا فيه. Okay, you're near the main structure. That has to be where they're holding Saul. على عيني في بس مصاري وفي اغراض خلينا ناخذها. شو طلع لي هون؟ اه فتح تمام. $114. واحد جاي من ورانا. شكون نخلص عليه؟ مع انه ما في حدا. خلينا نخلص عليه ومنه بناخذ نقاط ريسبكت. اوكي 40 متر، 35 متر. بدنا نفوت لهذا المستودع نحن. في واحد بوشنا ما في غيره. اوكي اوكي حاضر 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 حاضر. ما صار شيء. بس يا جماعة لحظة يا جماعة لحتى يروح هذا ولا شيء. قلت لكم هي موضوع انك تكبس كبستين او يصير دوج ما عجبني بنوب. المشكلة كمان بيوقف على حيله يعني. هلو مان. هلو مان. ايه علي الصوت اكثر كمان عشان ما تسمعني وانا جاي اصل لك راسك. جي جي. هات امو هات ودولارات كمان. يا سلام. انا ما اظن نفوت من فوق. ما فينا نفوت من هذا الباب. خلي عيننا على الماب عشان اذا كان في حدا دغري بيحطوا لنا اياه اذا في حدا قريب علينا. Careful. There's a sniper perched in the tower. Okay. Main building. Watch for vermin. Saul is somewhere inside. I feel it in my bones. Remember what I told you. Find the control room and you'll gain access to the security cams. اوكي هلا نحن بغرفة السكيورتي روم ففينا نشوف السكيورتي كامز. ضل شي ما سرقناه.
فيني اوصل بس ما بعرف شو بستفيد. في هنيك واحد عم يطلع طالع عليه مثل علامة حمراء. انا خايف يفوت علينا فخلوني وقف هون شوي لانه ايه جاي فعلا جاي. حسني قلبي منيح اللي طلعت. تم تنبيه الاعداء ما مشكلة بس يدير وشه. فيني هاكر يا ترى؟ اوكي بروتوكول اختراق تماس كهربائي. يا ترى فيني فيني اختاله؟ Time to try this pistol. Nice pistol, والله. ما عرفت اوص انا. ما في فايدة لازم اقتلهم. وانا بضربك كمان مثل ما ضربتني. خالص على الفرد والله استحتن قوية هون. ها عبتسمم كأني قد ايه دمك لسه؟ قد ايه دمك لسه؟ ها؟ يضل اخر واحد هون نقتله. ملفات الرسائل الشبكة المحلية نظام المراقبة السيطرة عن بعد. واحد هذا هو السول ليكو انقذ السول. اوكي اطلع. كيف اطلع؟ جهاز المسح. اه لازم اعمل مسح. تمام هذا هو السول. طيب خلوني بقى اعمل له مسح لاني ما بحسن اطلع من ال سي خروج تحت الارض. لازم ننزل لعنده. 300 طلقه كان معي يعني يعني احب اهدلهم بهدله. شايفين السرعه كيف ننزل تحت الارض؟ افتح بالقوة. ما في شيء هون. يا سلام على اللوت يا شباب. هات هات. شكلي اخر شيء ما عاد احسن امشي من كثر ما معي لوت. من هون الطريق. يلا. واو.
هلا ليش لحتى اتسلى انا معي هيك اسلحه؟ اوو على العمله يا جماعه والامو وين كانت المهمه من زمان؟ يلا افتح. اوكي حاطي اوه هاد احمر دولارات سيجار تايتم عم نام Pan Am but she left not forever gonna get you out شو عمل هلا احملاك I remember you're that merc استخدم سوبر جيت ستحتاج الى هذا probably could use this اوه هي نفس المستخدمه time to don my dancing shoes okay now get yourselves out of there middle of a shitstorm down here Bruna be a category 5 I know get out of the building I'll be right there that's a mistake you'll regret معك دولارات معه شغله بتدمج 300 حتى تفك الاطارات يلا سول اه لازم اطلع من هون اوبلو هاد معه شي نهدي 108 نشيح انت وسلاحك هاد ماشي وراي بس استدعي يا قنبلي بالله هات دولاراتك ما عاد معي مكان احمل ساعدني مان سول يلا يلا سول يلا طلعناه بسهولة بسهولة بقمة السهولة Pan Am you're making a mistake another one You're serious right now Those devils wanted to know our location If we drive to camp now you'll just be setting the table for it You look outside lately The storm will wipe our tracks And the scent of blood What? We got more chomping at our tail. احترام الشارع 22 طيب خلوني اطلع اوصلكم عليه هون كيف البوت بس ستايل يا اخي No mercy. We need to shake him. That's one way to treat an engine. Fuck off, Saul. I can't squeeze any more out of it. Cut off that tail. اوكي Get ready. Enemy contact. I'm engaging. All the caldos. لازم اي اركم معنا هلا فيني غير اسلحتي حط اي ار بس بليز خليني حط شو اقوى اي ار معي لا كلهم اضعف من الفرد بس عيلة بدي اي ار هاد 173 هاد 173 175 اوكي نايس هاي 189 حلو خلينا نحط له هذا بندقية الشاشة اوكي في نزل قنابل ما في نزل قنابل لا والله يعني شلون بكون يعني يصيب اربع سيارات ما عم بفهم انا alright damn it that's it
اعطونا قنابل على القليلة. حلو. خالصين. خلصنا طلع لي اريا يا شباب. جيجي. ما تخيل قديش اليوم تعبان والله. اكل قتل لشبعان هاد. تخطي الرحلة في شي؟ We'll wait it out there. I remember this place. It should be safe, at least for now. اوكي. بدنا نتخبى هلا لتخلص العاصفة. اخرج من المركبة، اعثر على ملجأ. Inside, quick! اوكي تم السلامة على جديد. I need to catch my breath. هيل. اخذت نفسك. Just in time for dinner. Not hungry. I just swallowed a pound of sand. هدول اثنين دراع بيتقاتلوا والله وجعونا راس. Looks like we're in for the night. احترام الشارع 2200. Could you help me look, V? I'll search in here. اوكي. استعد الطاقة في المزرعة. خلينا نطلع بالمراية نشوف حالنا، صرنا زمان ما طلعنا بالمراية. انزل باتجاههم. يلا اطلع. وين؟ توقف عن النظر. وخلصنا من محادثتهم هن وخناقهم. Deal with the corp. You end with nothing, Saul. Don't go there. Not now. Okay. أصلح. يلا. Hey, it worked. We have lights. وليش معلم تقنية؟ شو عم تشغلي؟ Damn, it's getting cold. تحدث إلى بنام. No luck. Can you check it? Might have the magic touch. Actually, you know استخدم اللوحة الخارجية. It might have come loose. If so, just whack it back in place and I'll get this done. Okay. اركض اركض اركض. فاصل الشريط. والله انك معلم، والله انك معلم يا بي. ركاب العاصفة. في باب من هون يعني؟ ما في شيء. تحدث إلى بنام. بنام جوا بدنا نحكي معه بس لازم نفوت. لأن هيك في حاطين نقطتين صفر. شراب غريب. Expiration date from before the last war. So hopefully it hasn't turned to poison. فيني أقعد؟ والله تعبت. Interesting choice of words. Do I hear a lecture coming on? Go on, get off your feet. It could be hours. No. Okay, اجلس. No lecture. But we do need to talk. تفضل. That raid's crap. It shouldn't have happened. They wanted everything. Our camp locations, routes, offloading points. If they knew what state we're in. It's not the time for this. You're both exhausted. Maybe you're right. We can't hope to handle the Raffens alone. So you would sell us out to Biotechnica? Vade, tell him it's a damn rotten idea. لا تغضب لكن جون فكرة بشعة بنام محقة. I gotta agree with Pan Am. Sounds like a truly shitty idea. Thanks. What could you possibly know about it? انسى أنني قلت أي شيء. أفضل أن لا أتبع خطى عائلة باكر من الرحالة. Remember the Backers? I'm a bit hazy. Exactly. Joined up with the Snake Nation, then poof. Evaporated.
Aldecaldo's strength has always been their independence. Give that up, my clan's fate will be yours, or worse. Because Biotechnica just ain't Snake Nation. Thank you, V. I could not have said it better. We've had our spats. A few, like any family. They're not worth digging up. I think so, too. If you'd like to come back, everyone will be waiting, arms open wide. But there will have to be changes. No more jumping to the front of the line. And so it begins. You know what, sweetheart? We'll have plenty of time to tear at each other's throats later. That is my hope. But right now, I wouldn't mind catching a few winks. Need help? Fuck off. Huh. Do you know what they call these storms in North Africa? Haboobs. Damn, I love that word. Haboobs. Well, what was that about? Probably the meds talking. I sure hope so. I think he took a few solid hits to his skull. ماذا بعد هذا الوضع أفضل من الصعب الاعتياد عليه من الرحالة؟ And you think this is any better? No, just different. Yeah, this would make for a decent little motel, wouldn't it? Little fireplace, booze. Grumpy guy at reception is the one thing missing. Have everything you need, man. Mm-hmm. I couldn't ask for more. صرت شعرين براحة أفضل إذا خلعت أعتقد أني مستعد للنوم. هل تريدين أنك ترتاحي؟ خلينا بالنص. Yeah, it's been a long day. We deserve a good, long sleep. And V, I am glad you came. It meant a lot to me. Do you hear that? Nope. Mm-hmm. The wind has waned. I can't speak for Haboobs, but when a Chinook rolls rough and rowdy across the plain, I sure can't get any shut-eye. Not a wink. But شو تسوي أنا يعني كله نام وأنا قاعد؟ نام. إجا. إجا إجا. On behalf of the staff of the Independent California Motel, I wish you all sweet dreams. تصبحوا على خير يا شباب. Sleep all right? Good work, V. Old style raid. You gotta agree now. Next time, I choose the motel. If there is such a time. Well, I slept like a puppy. That's a cozy shoulder you have there. It's too bad I better get rolling in a minute. ظننت أنك سبقين مع العائلة غير قادرة على العودة مجددا، أليس كذلك؟ عليك البقاء انهم بحاجة اليك. You need to stay. I think you can see that. Not one of them will admit it, but damn, do they need you. Of course they do. Come on. Last night when we were talking to Saul. Thanks for standing up for me. Though one thing. The Wraiths, the raid. It's the start of something we need to prepare for. Saul will get everything set up in camp. Whereas I... Whereas you...
The Raffens wanted to know our roots, right? Well, it's the Aldecaldo's turn. Some recon is in order. One more thing. Your compensation. Please take care of her. She served me well. Putting her in good hands, Pan Am. I know. So, thank you. Once again. Glad I could help. I'm glad I did. Take care of yourself. You too, Pan Am. And remember, I'm indebted. يا اهلا وسهلا بهدي. اجا وش النحس شو بدك؟ اوكي باك تو تاون في هيدد اب تو هير وذ ذس غاستي اوت باك. اوكي انتظر حتى يستعد تاكيمورا. هلا ما استعد تاكيمورا.